إذا امتد بك الخيال بعيداً وصورك الحلم أن تشاهد ظلال الفردوس على الأرض، فما عليك إلا أن تيمم شطر الأندلس حيث الماء والخضراء والسحر الحسن، فهذا البلد يغري أي كان بالتعجيل لمرآه والإقامة فيها. ففي إسبانيا تهدأ النفوس وتحيطها السكينة وهي تضبط مواعيدها بكل دقة في بلد الموضة والسهرات التي لا تنقطع. هذا ناهيك إذا تذوقت طعم البايلا الشهيرة، فأنت حقا في هذا الفردوس الأرضي البديع. فالكل ينتقل في دعة وإطمئنان وآمان في ظل استقرار تعرفه المنطقة بما أكسبها صبغة البلد الأمين، ولجأ إليها الأثرياء بأموالهم والسواح بأمانيهم والناس عموما برغبتهم في العيش الكريم. مرحبا بكم في بلادي الأندلس، حيث نعيش عبق التاريخ لما لهذا البلد من مكانة خاصة في نفوس المسلمين والعرب. هذا الإرث التاريخي بما يحمل من ثقافة وعلاقات اجتماعية وفترة جلس فيها المسلمون قرابة 8 قرون امتزجت فيها حضارات كثيرة، واستطاع المسلمون أن يؤسسوا أعظم حضارة في البشرية وقت أن كانوا هنا في هذه البلاد. ومحاولة منها للوقوف عن واقع ويوميات الهجرة العربية بهذا البلد، حطت كاميرا محطات بمدينة الأريوخة الزراعية، هذه التي استقطبت ومنذ بداية الخمسينيات عددا معتبرا من أبناء الجالية العربية. ورغم السياحة والإخذرار الدائمين في هذا البلد، لكن العزلة تظل تطبع مهاجرين، وهذا الواقع المعيش فرض عليهم إيجاد صيغ للتأقلم في حقول ومزارع هذا البلد. وعلى الرغم من إغراق مدينة الأريوخة في عالمها القروي الصريح بكل ما تحمله العبارة، ورغم ندرة أفراد الجالية العربية مقارنة مع مدن وقرى إسبانية أخرى، لكن هذا لم يمنع الأحسن المغارب من الاستقرار والاستثمار في هذه الرقعة من أرض إسبانيا. فقد حط في نهاية السبعينيات في هذه القرية ليتخصص بعدها في زراعة الفطائر البارزية المشهورة. نحب الفلاحة، حاجة اللي تنوض هكذا يا ناتورال وكذا، نحبها من بكري ونحب نتعلمها. وعلى هذيك جيت جربت ومعرفة اسبانيا بالفلاحة، كنت خدمت شوية في الفاكية مي ما طولتش، ورش دي بيريود صغار. البداية ستكون حتما بداخل هذا النفق، فهو ليس بمنطقة زراعية أو أرض خصبة، بل مجرد مساحة مغطاة تحافظ على درجة من الحرارة تسهل نمو الفطائر البارزية. هكذايا ما نصبوهمش هكذا، خاطر باش يبقاو واقفين هكذايا، ومع تقابي هذو ديما يجوا من الفوق. الو تقابي هذوك شوف 4 تقابي، عنده هنا لايبر 5، دو بريفيرونس يكونوا قلال وما يكونوش بزاف، فهمتني؟ خاطر كي يكونوا بزاف تقابي السيتا هذه تخرج الشامبيون، هذه يخرج صغير صغير كيكونوا بزاف. الو دو بريفيرونس دو متر شويه باش تخرج كاليتي كبيره. ويسهر الأحسن على زرع أزيد من 6 أنواع من الفطائر، منها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية وحتى الهولندية. هادو يبقاو بوندون 15 جور 15 يوم هما يخملوا افيك ان تيمبيراتور اللي ما ديباسيش 33 سلو ماكسيموم، عندها الدروة تكون 30 33، وحنا بهذا يا الترمومتر هذا ديجيتال اشاك فوا نجيو نشوفوهم، وهي تعدي ماركينا لهنا لا تيمبيراتور اللي
الا شفنا باغ اكزومبل الساك هذايا بدا يدير باسي في لا تيمبيراتور، حنا واش نديرو؟ نفتحوا البيبان ونشعلوا لي فونتيراتور باش ينقص. الا كان شفنا بلي لا تيمبيراتور بقات كيما راهي، نخليوها الحاله كيما راهي. هادو الفرح يقول 20 يوم لا لا ديري تاعهم دو 20 جور الفوق، الفرح يقول 20 جور يبداو يولدوا، ومن بعد كي لحقوا يا 25 26 جور لا دا تاعهم بس تخرج كومبليت. وبعد اسابيع من رص صفوف مساحه هذا النفق بهذه الاكياس التي ترش بهذه الماده خوفا من سموم الحشرات القاتله، كما يحظى الأحسن المغارب باحترام سكان هذه المدينة الإسبانية. أيه يعني؟ نروح. نرجع لمونتا إسبانيا. كما يقول الناس ما يحتاجهم واحد إنسان خدام. تفا؟ هما ما يجوجوش يعني في إذا كان أنت يا شباب ولا صحيح ولا طويل. المهم تكون إنسان سيري وخدام. هما يعبدوا إنسان خدام. وأنا باش تكسب الخدمة تاعك فيها شقاء. لازم إنسان يتعب ولازم يخدم. ماش مشي ساهل كما نقولوا في البلاد، يقولك نطلع الغربه انا نلقى واجده ومسناوني بالورد هذيك. لا انا تجي لهنايا باش تلقى الدار صعوبات، باش تلقى فيها مشاكل. عمل تستثمر فيه امكانيات ماليه وبشريه كبيره، وهذا حسب الاحسن الذي كسب وبعد سنوات عده خبره وتجربه سمحت له ان يكون من اكبر المختصين في زراعه الفطائر باسبانيا. نودو صغار هكذايا وكل نهار يزيد دو بلوز اون بلوز يزيد حتى يلحق القوه تاعو هكذايا. ورانا نشوفوا فيه يعني يخرج من المكان هذا، يخرج من المكان هذا وحده يبوسي كاع الحاله. ها يبدا يتطور بيان سور افيك ليميديتي، لازم له الماء، لازم الحاله تكون ديما شامخه ويكون الريح تما ما يحبش ريح فري. وتبقى تكبر الحاله ان شاء الله شويه شويه افيك دون 3 جور تبدا تكبر هكذا كما راكم تشوفوا هنايا حتى تلحق للصفة هذه. وهذه هي كما راكم تشوفوا لهنايا تتكبر كي تلحق الله يبارك الشيء هذايا يخرج على شكل يعني ورده. هذه على حسب ورده. وحنا تشوفوا كيفاش هذه ثاني الله يبارك. شوف كيفاش يبداو سا كومونسي دي بتي. يبداو صغار 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 يبداو يكبروا. هذه تروبريزونتي ما فيهاش كيفاش يقولوا كوليسترول، سي ناتوريل ما تسمنش. وثانيا كما الكو تاع اللحم دو بريفيرونس تاكل هذه بالك خير من اللحم باسكو علاه عندها الفيتامين اللي يصلح، وثانيا ما تضرش الانسان. لي ماسك هادي سيتي سيكوريتي برك باسكو سيطا هاديك راكم تشوفوا الوردة هادي مليحة. واش هو ترمي عيطولهم سبور على هنايا في الفرونسي يقولهم سبور، ترمي واحد المادة سامة يعني هي ماشي كارهة الريحة راكم تشوفوا ماهيش كارهة. واش هو ضر الإنسان اللي عنده شوية مريض شوية في صدرو ولا هكدايا ما تساعدوش فهمتني. على هاديك البريفير يديروا لي ماسك هادي باش بو لا بروتيكسيون، هذا ما كان ماشي حاجة يعني ممنوعة ولا ما تضرش، ماشي بروتيكسيون. وبعد نهاية جمع الفطائر الصالحة للاستهلاك تؤخذ على متن هذه السيارة إلى مصنع سليمان الأخ الأكبر المؤهل بعدها في غسل وتصنيف وتحضير وتعليب وتصدير هذه الفطائر على الطريقة الإسبانية إلى مختلف جهات المعمورة. المسؤولية تاع الأحسن تكمل هنا في المصنع. هنا ومن بعد يجي خوك. يجي خويا هو يسكن في المصنع هذايا. كيف اسميوه؟ سليمان. سليمان اللي راح نشوفوه بعد لحظات اللي هو مسؤول على المصنع هذا هنا. إن شاء الله. وودعنا الأحسن لنتابع مهمة سليمان الأخ الأكبر وكيفية تصنيف وتعليب الفطائر الجيدة المعدومة من الأمراض الخطيرة. هنا نوريو للناس لهم يجيبونا الشامبينيون تاعهم لا كاليتي دي شامبينيون. هذا باغ اكزومبل يكون بيض
هذا كاين خطر بليزير كاليتي دي شامبينيون دونك هذا فرمي لي ميور كاليتي اللي لازم يجيبوهم لهنايا هذا بار اكزومبل سي عيطوا له لا فيير طون اسبانيول هي سي شامبينيون اوفير دونك سي لو تروازيام شوا دونك حنا هذه نوجهوا للناس اللي راهم يجيبونا الشامبينيون تاعهم باش يفيتيو هذا النوع من الشامبينيون اللي يجيبوه هذا النوع المخير يعني هذا يعني يجيبوا الناس يسيو الجو تاعهم باش ما يديروش هذوك لي برودوي فوق الشامبينيون يفيتيو باش يقتلوا الموستيك يوصل جوسكا 200 دغري تاع الماء داخل الماء فيه باش يطيبوه وطالما كانت الغالبية من المهاجرين العرب المتعلمين وأصحاب الشهادات العلمية فإن توجههم الأول سيكون حتما هذه المصانع دابا عندك انت هنايا انا عندي هنايا في المؤسسة عندي 7 سنوات سبع سنوات نعم وفي اسبانيا عندي 13 سنة الله يبارك فيك من الجزائر الجزائر في العاصمة بوزريعة وتعتبر حقا لاريوخا واحدة من أكبر المدن الإسبانية في زراعة الفطائر في العالم. كان طرافا كما هنا في الفيلاجات دو شامبينيون واش يدير شامبينيون؟ شامبينيون يخدم الناس أول حاجة ويخدم معاه مول البنكة يخدم معاه الخباز يخدم معاه أصحاب الكماين اللي يديو السلعة يخدم معاه مول الماء يخدم معاه مول التريسيتي يخدم معاه لوزين لوزين وخدم معاه لي يشري لي يبيع تما ساكري دومبلوا كان فيلاج دو 4000 ابيطون راكم تشوفوا فيه 4000 ابيطون يوكل 46 مدن في العالم حتى الجزائر فيها الجزائر المغرب تونس امريكا الهند المهم ما خلاش اي بلد